أخبارنا العربية والدولية ونبدأها من اليمن، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في الرياض أنه يجب انضمام الحوثيين إلى العملية السياسية في اليمن. وأضاف هاموند عقب محادثات مع الملك السعودي سلمان أن المحادثات تركزت على الحاجة لحل سياسي وضمان انضمام المتمردين الحوثيين وحلفائهم إلى المفاوضات لإجراء محادثات. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك أن حملة التحالف العربي على اليمن اقتربت من نهايتها. ونتحول شمالا إلى الشأن السوري، حيث أكد عادل الجبير أيضا وزير الخارجية السعودي أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن إدخال إيران كقوة احتلال في سوريا. وتابع الجبير خلال المؤتمر الصحفي مع فيليب هاموند أنه لم يتم الوصول إلى أي تفاهمات حول رحيل الأسد، مما سيؤدي إلى اللجوء لخيارات أخرى، مشددا على ضرورة رحيل الأسد إما بالعمل السياسي أو العسكري.